وقع اللي وقع استاذ هو انه يعني في تقريبا نقول واحد الساعه قبل من الماتش تسدوا البيبان يعني فيما يخص المدخل جوج أربعة يعني حتى ثلاثة يعني كلهم تسدوا كاع المداخل تسدوا. وقع واحد التدافع بعض الاشخاص قاموا يعني بدو كينقزوا الحيط الامن تدخل باش يبعدهم على ديك البوابه لان الامر كان كيتعلق تقريبا تما كان واحد الاكتضاد داخل ديك الرقعه ديال باب ثلاثة. من وقف الامن يعني كيزيح في هذوك الناس هذاك وقع الاشتباكات وقع التدافع بدا عفط عليا انا عفط عليك تقريبا اكثر من 12 واحد اللي كان طايحه حدايا كلهم هزيتهم يعني سياره اسعاف وحده يعني ما كانش يعني كانت صعيبه على سياره الاسعاف باش توصل حتى ديك البلاصه لان كان الشباك قوي شويه وكانوا دوك الحواجز لي بارير ما قدروش يتجاوزوهم بقاو بشويه بشويه كيحيدوا دوك الحواجز حتى جاوا حتى قربوا للضحيه منين هزوها يعني الفم ديالها كان ازرق شويه وكانوا عينيها ازرقين وما كتنفش يعني كان صعوبه في التنفس بقاو معها بقات مع واحد صاحبتها وشي اخوان عاد هزوها في الاخر بقينا واقفين حداهم حتى تفك ذاك الاشتباك بشويه بشويه يعني ولكن السيده مسكينه راه كانت مشات بكا كتنفش كاع نهائيا. صراحه البارح شفنا واحد الماساه واحد التدافع اللي كان كبير كان تدافع صراحه تدافع ديال اعداد كبيره وكبيره بزاف وتم الاصابه ديال هذه الشابه نورا اللي كنا حاضرين في لحظه الوفاه ديالها. صراحه خبر مؤسف ومحزن ومؤلم في نفس الوقت لله ما اعطى. وقع هو التدافع كانت واحد الاعداد كبيره وكبيره بزاف على الزون 3 كانت اعداد ديال الجماهير لاعداد كبيره وقياسيه اعداد اللي ما صراحه عمرنا ما شفنا تدافع كبير وكبير بزاف ان لا في الزون 3 لا في الزون 4 حتى الزون 4 راه لله ان الامن تعامل بواحد الذكاء وخلاو الناس يدخلوا صراحه كانوا خراطيم مية صراحه لان الناس بداو كينقزوا من الحيوطه الامن دخل باش يضبط الامور ولكن التدافع كان كبير والشابه لقات الحتف ديالها نتيجه التدافع ونتيجه الاعداد الكبيره وتصابوا ماشي هي تصابوا ناس اخرين تقريبا ما يناهز العشرة ديال الاصابات ولكن الاصابه ديال نور الزبير اللي كانت خطيره وخطيره بزاف بدرجه اولى كنحملوا المسؤوليه بطبيعه الحال على ما عينا الباح كنحملوا الكازا ايفنت اللي هي مسؤوله عن تدبير الولوج يعني ديال الجماهير الى الملعب وهي المسؤول الاول والاخير على بيع التذاكر هاد الناس هادو تيران باش كنعامر لان اغلب التذاكر اللي كانوا مسكانين يعني ما كتقومش تدبير عمليه الدخول يعني فيما يخص يعني التاكد من البطاقه كاينين اليات باش كيخدموا الناس اصاحب وكنشوفوا في دول صاحبي دول مجاوره 10 دقائق قبل ما يبدا الماتش كيعمر التيران 10 دقائق كيخوى التيران واش هاد الناس عندهم شي علم اللي ما عندناش حنايا عندنا طاقات عندنا نفس المونوبول نفس ها النتيجه هو عندنا دابا عندنا جثه بسبب سوء التسيير بسوء التدبير كنحملوا المسؤوليه رئيس الفريق اللي حتى واحد ما حاضر دابا حاليا كتشوف انت شوف كاينه العائله ديالي اللي كاينه فينا هاد المحبين وفينا هاد المنخرطين وفينا ما كاين حتى شي مسؤول من الفريق والو السيده بوحدها وعائلتها على السيده فين ماتت راه ماتت في ملعب ماتت على الفريق ديالها الرعب ماشي الرعب شي حاجه اكثر من الرعب ولكن الناس كانوا صراحه حب الجماهير ديال الرجاء جات بغات تفرج ولكن القضاء والقدر هذه صراحه هاد الوفاه ديال هاد الشابه خص تعاد النظر في عزة الامور خص الشركه المكلفه بالسير مركب محمد الخامس يكونوا عندها لي زابارا ديال باش يعرفوا الورقه والصحيحه ولا مصحيحاش تقريبا في منطقه بعيده على الولوج ديال المركب وخصو يديروا تقنيات جديده لان كيف يعقل ان واحد 20,000 مقطعه التذكره ديالهم ما تدخلش دونك شكون اللي كان داخل في التيران ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.